مساء الخير يا حبايبي. في امبولات حلوه قوي في النهارده جولتنا في كارفور. في امبولات حلوه قوي بتاعت ايفا، منتجات ايفا رخيصه جدا يا بنات، ب 60 جنيه، اللي هي بالصبار وزيت الارجان المغربي. دي حلوه قوي قوي يا بنات، ومفعولها بيبقى حلو قوي، تتحط مره ممكن مرتين في الاسبوع قبل الشاور. دي فيتامين بي 12، وفيها معادن وفيها بروتين، وهو مغذي للشعر، وبيحتوي كمان على الصبار وزيت الأرجان المغربي، وده لأطراف الشعر اللي هي التلفة، وبيقلل الهيشان. حلو جدا جدا يا بنات دوت. وفي منه نوع تاني اهو، اللي هو ده الصبار، ده للشعر العادي، ده عشان التساقط يا بنات، يعني فيه للهيشان وفيه للتساقط، وفيه اللي هو دي وفيه دي اللي هي البروتينات والزبادي للتساقط والشعر المجهد والتالف. كلها ب 50 جنيه، وفي 59 جنيه. حلوه جدا جدا، انصح بيها بنات، حلوه وفعلا يعني مفعولها كويس جدا جدا. ومعروف طبعا منتجات ايفا رغم ان هي رخيصه، بس فعاليتها ممتازه، فدي انا انصحكم بيها. في بقى واحده تانية بالكيراتين، دي يعني برضو امبولات، يعني احنا دلوقتي النهارده بنتكلم على الامبولات. دي امبولات تغذيه الشعر، ودي اللي هي تبع البراند بتاع برضو ايفا، خلي بالكم دي بالكيراتين. دي عشان اللمعان والشعر التالف وجميع انواع الشعر. دي اللي هي فيها اللي بشعره محتاج كرياتين يا بنات، اللي شعره مش محتاج كرياتين وشعره يعني تالف وناشف من السشوار والفير والحاجات دي، انا انصح بالامبولات دي. هي اساسا من زمان جدا وهي موجوده، فعلا ليها فعاليه وجميله جدا جدا. اتمنى ان يكون النهارده الفيديو عجبكم، ودعموني يا بنات لو سمحتوا، اللي بيعجبوا فيديوهاتي بلايك وسبسكرايب، لاني هعمل جولات كتير وهنصحكم بحاجات كتير. شكرا يا حبايبي، شكرا.